بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، ومكملين برضو في الانترودكشن بتاعة الباراسايتولوجي. يبقى عنوانين صغيرين جدا هنقول عنهم نبذة، وهيبقى فيهم الأمثلة اللي هي مثال على كل حاجة كده، وديت هنبقى نظبطها طبعا طبيعيا. اللي انت المفروض مش مطالب بالأمثلة اللي انت هتقابلها دي، لأنك لسه هتدرسها واحدة واحدة بالتفصيل، لكن برضو مش هنسيبها، هنقولها كده مرة ولا حاجة بحيث ان هي تلبس برضو شوية في دماغنا، ولعل لو خانونا ولا حاجة ولا جابوا سؤال ولا أي حاجة برضو نبقى جاهزين. بس في الأساسي هنسيبها دلوقتي وهنقولها في الايه، في فيديو قراءة المذكرة او فيديو التوضيح اللي احنا هنظبط فيه المذكرة ونروق فيه الدنيا، اللي هو ايه، زيتونة على السريع كده. تمام. فركز بس معايا في عنوانين بساط كده اي كلام. بيقول لك ايه هو السورس اوف الانفكشن. يعني ايه السورس اوف الانفكشن؟ يعني مصدر العدوى. يعني انا كانسان الاقي البارازايت فين، البارازايت ممكن تجيني فين. يعني انا اهوت انسان اهوت وهتتنقل للعدوى، العدوى ديت ايه مصدرها، ممكن الاقيها فين. بص حواليك يا انسان وشوف اي حاجه هتلاقي فيها العدوى. هبص حواليا فين، الاكل، الاكل فيه العدوى، ممكن البارازايت اللي هتخش جوه جسمك تكون موجوده في الاكل، سواء في الفيجيتابلز الخضروات، الفروتس، الفواكه، الميت، اللحمه، الفش، السمك. يبقى العدوى ممكن تكون كل واحده من دي عليها مثال، دي بتبقى فيها ايه ودي بتبقى فيها ايه. قول مثال على عدوى موجوده في اللحمه، قول مثال على عدوى موجوده في الفش. الكلام ده المفروض انت مش هتدرسه دلوقتي الا تجمعات في الاخر بعد ما تخلص، بس ايه احنا كاتبينهم كده برضك وهنبقى نقراهم كده ايه شويه، لعل لو خانونا في سؤال ولا حاجه نبقى عارفينه. بس اعرف بس كده لحد دلوقتي، وما تخافش هنقول شويه الايه الامثله دي. يبقى يا دكتور قول لي مصادر العدوى. مصادر العدوى، بص حواليك يا انسان هتلاقي أكل ومية. حلو، الاكل زي ما قلت لك في الخضروات، في الفواكه، في اللحمه، في الفش، في الميه هتلاقي عدوى، في الميه، السويل، التربه، واللي ماشي على ايه ده، التربه ممكن تنقل عدوى، ممكن يكون فيها لارفا ولا حاجه، والفلاح بيدوس على التربه ماشي حافي تدخل فيه عدوى. تمام، حلو يا دكتور. انيمال الحيوان، ما قلت لك الحيوان هو الريسرفوار، وممكن يبقى المرض زونوزيس، يعني اتنين من الحيوان للانسان. حلو يا دكتور، مش انا قلت لك ان الانيمال الريسرفوار هياكت از سورس اوف انفكشن، هيعمل كمصدر للعدوى. تمام، اير بورن من الهواء، ممكن ابقى ماشي كده ولا بيا ولا عليا، ابقى ماشي في الهواء واشم اسطر تصطيره هواء كده العدوى تخش من مناخيري، اير بورن محموله في الهواء، او اللي بيطير في الهواء هو الارثروبود، الحشره ممكن تيجي تقرصني او ممكن تيجي تنقل الايه العدوى. يبقى ايه هي مصادر العدوى؟ حاجات هبله خالص، اكل وشرب، ماشي، اكل وشرب، اكل فود، شرب ووتر، حلو، تربه واللي ماشي على التربه، هوا واللي طاير في الهوا، التربه سويل، اللي ماشي على التربه حيوان، هوا اير بورن، واللي طاير في الهوا حشرات ارثروبود. تمام يا دكتور، بدون تطويل، يبقى الفود فيجيتابلز فروت ميت فيش ووتر والسويل والانيمال والاير بورن والارثروبود، يبقى ديت الحاجات مصادر العدوى. طب يجي عنوان تاني اسمه المود اوف الانفكشن، ازاي العدوى بتتنقل لي، ازاي العدوى بتتنقل للانسان يا دكتور، العدوى اهي ازاي هتتنقل لي، امال دي ايه، دي مصادر العدوى. يعني هغمض عيني كده واقول هي العدوى فين، انا لا اسمعكم، ها ها، هل ترون العدوى؟ يبقى السورس اوف الانفكشن، السورس اوف الانفكشن ذات نفسه اسمه ده، اللي هو الاكل، الشرب، التربه، الحيوان، هكذا، ده اسمه المصدر. طب ازاي العدوى هتتنقل من المصدر ليا، ده اسمه المود اوف الانفكشن. يبقى مصدر العدوى اسمه السورس. طب ازاي العدوى هتتنقل من مصدرها ليا، ده اسمه المود اوف الانفكشن، طريقه نقل العدوى للانسان او طريقه اكتساب العدوى. تمام، ازاي الانسان ياخد العدوى؟ سكن وشم، اكل وخرم، كمان من الام، نقل الدم، زود كمان معلش، زود نقل الدم، حلو، اعضاء جسمه، سكسه ونفسه، تاني، سكن وشم، اكل وخرم، كمان من الام، نقل الدم، اعضاء جسمه، سكسه ونفسه، دي كلها طرق لنقل العدوى. سكن ايه؟ سكن كونتاكت يا اولاد. يعني ايه سكن كونتاكت؟ يعني الاتصال الجلد، واحد يكون مثلا عنده تعويره ولا حاجه، تمام، الواحد يكون عنده تعويره، التعويره ديت يا دكتور تيجي تتلوث مثلا بحاجه فتنقل له بارازايت، دي معناها سكن كونتاكت، يعني اتصال عن طريق السكن. واحد مثلا يكون عنده اولاد جرب فيلمس واحد تاني فتنقل له العدوى، يبقى كده العدوى اتنقلت عن طريق السكن كونتاكت، عن طريق اتصال الجلدين ببعض. شم يعني خدها بالشم عن طريق الانهاليشن سطر العدوى، يبقى سكن كونتاكت، شم، انهاليشن، اكل، كلها، انجيشن كلها، او يسموها اورال
روت. يعني ايه اورال روت يا دكتور؟ اورال روت يعني عن طريق البق. اورال روت تمام. خرم يا دكتور يعني ايه؟ بنتريشن. سكين بنتريشن يعني ايه؟ سكين بنتريشن يعني اختراق للجلد. يعني هنا ايه الفرق بين السكين كونتاكت والسكين بنتريشن؟ سكين كونتاكت يعني من اللمس بس، ما حاجه ما اخترقتش الجلد، لا ده انت كان عندك تعويره ولا حاجه فاتنقلت بتاع العدوى. سكين بنتريشن يعني العدوى هتخترق الجلد وتخرم الجلد. هقول لكم مثال عليها زي ايه يا اولاد؟ مثال عليها، عارف انت لما تنزل تستحمى في الترعه والسركاريا بتاعه الشيسوزوما او بتاعه البلهارسيا تخش في رجلك وتخرم رجلك؟ تمام، هي دي مثال على البنتريشن او اللارفات بتاع الايه، الهوك وورمز او كده. ماشي يا دكتور، ماشي ماشي، يبقى تمام. يبقى المود اوف الانفكشن هو طريقة نقل العدوى الى جسم الانسان. الطريقة الاولى ان يكون الانسان بالتلاصق الجلدي ما بين شخص وشخص، سكين كونتاكت، شم انهاليشن، اكل انجيشن، خرم، تخترق الجلد، سكين بنتريش. كمان من الام ممكن الام تنقل لابنها العدوى. كونجينيتال. كونجينيتال يعني ايه يا دكتور؟ كونجينيتال، كونجينيتال يعني يا اولاد من الام، يعني من الام للجنين. طب الام متصله بالجنين عن طريق الايه؟ البلاسينتا. يبقى ها، يبقى ازاي العدوى هتتنقل من الام للابن؟ عن طريق البلاسينتا او المشيمه التي تربط الام بابنها، فممكن يا دكتور تنقلها الايه؟ العدوى. تمام، ايه تاني يا دكتور؟ ايه تاني؟ انتوا عارفين كمان من الام ممكن العدوى تتنقل عن طريق الملك يا اولاد، والمامته بترضعه. تمام، ممكن عدوى تتنقل عن طريق، فيها بعض العدوى بتتنقل عن طريق اللبن. تمام، يبقى بسم الله كيفية نقل العدوى للإنسان، سكن وشم، أكل وخرم كمان من الأم، سكن كونتاكت، شم انهاليشن، أكل انجيشن، أورال روت، خرم، سكن بنتريشن، اختراق للجلد كمان من الأم، لا إما وهي في بطنها من الجنين من الأم للابن. كونجينيتال، كونجينيتال يعني من الأم للابن عن طريق المشيمة أو عن طريق الملك، الرضاعة. نقل الدم، ممكن واحد ينقل واحد لواحد دم فيجي له العدوى اللي هو البلاد ترانسفيوجن، او اعضاء الجسم، واحد مثلا بينقل العضو الواحد فينقل له العدوى، اورجان ترانسبلانتيشن. سكس، في عدوى بتتنقل عن طريق الاتصال الجنسي اثناء السكشوال انتركورس. نفسه يا دكتور يعني ايه؟ ممكن واحد يعدي نفسه. ازاي ده يا دكتور؟ والله العظيم بتحصل حاجه اسمها اوتو انفكشن. يبقى انسان طالع من الحمام ومش نظيف، ما غسلش ايده من البيبي، البيبي صحيح، فيقوم جارح طالع من الحمام وما غسلش ايده من البيبي وطالع حط ايده ببقه، او طالع عمل له سندوتش وكاله، يبقى كده هو غبي، عدى نفسه بنفس ذات نفسه. يسموها اوتو انفكشن، والاوتو انفكشن دي ممكن تكون عدوى ذاتيه داخليه او خارجيه. اوتو انفكشن يعني عدوى ذاتيه داخليه او عدوى ذاتيه خارجيه. تمام، اللي انا مثلتها لك دي خارجيه، ممكن العدوى تتجدد من نفس ذات نفسها وهي داخل جوه جسم الانسان. وممكن يا اولاد كمان يعدى نفسه اكسيدنتال. يعني ايه اكسيدنتال؟ يعني بالصدفه كده، او حوادث في المعامل لابولاتوري، وبيحضر حاجه في المعمل او بيحضر برازيت في المعمل ولا حاجه في اللابولاتوري. تمام، يتعدي يا اولاد. يبقى يا اولاد ايه هي طرق نقل العدوى؟ مصادر العدوى سهله، اكل وشرب وسويل وانيمال اير وارثروبود. بعد كده بينما المود اوف الانفكشن، ازاي طريقه العدوى ونقلها للانسان؟ سكن وشم، اكل وخرم كمان من الام، نقل الدم، اعضاء جسمه، سكس ونفسه، سكين كونتاكت والانهاليشن والانجيشن، اورال روت يعني عن طريق البق والخرم، سكين بنتريشن، وكونجنيتال من الام للابن عن طريق المشيمه او الملك، نقل الدم يا دكتور بلاد ترانسفيوجن، اعضاء الجسم من اثناء زرع رعه الاعضاء اللي هي الاورجان ترانسبلانتيشن، سيكشوال انتركورس بين الراجل والست، نفسه اوتو انفكشن او اكسيدنتال. تمام يا شباب، يبقى كده خلصنا طرق نقل الايه؟ نقل العدوى. يبقى ان حاجه بسيطه بس جدا كده، وهي تقسيمه الايه؟ البارازايت عموما. تقسيمه البارازايت عموما حاجه بسيطه جدا، ويبقى قفلنا الشابتر ده خالص. مش احنا بنتكلم النهارده يا اولاد عن حاجه اسمها البارازايتس؟ صح. يعني ايه بارازايت؟ يعني كائن طفيلي. البارازايتس دي انواع يا اولاد، حلو، فصائل. تنقسم لايه بقى؟ ركز معايا. بسم الله. البارازايت الكائنات الطفيليه اللي هتصيب الانسان، لا اما ديدان هيلمنسز، هيلمنسز ديدان
يعني الكائنات الطفيليه الطفل عليها ممكن تكون ديدان وورمز يعني، وممكن تكون حشرات بتتطفل عليها. وقلنا معنى ايه حشرات؟ ارصب، تقرص، ارثروبود اللي هي الانسكتس. يبقى ها الكائنات الطفيليه بتتطفل عليها ممكن تكون ها هيليمينيسيس، حلمي هيليمينيسيس، يعني هيليمينيسيس ديدان. او ممكن تكون ارثروبود حشرات، او ممكن تكون ولا هي ديدان ولا هي حشرات، ممكن تكون ايه يا دكتور؟ ممكن تكون كائنات وحيده الخليه اسمها ملهاش اسم. امال ايه؟ ده مقطع موسيقي، عارف زي دو را مي فا سو لي. اه هي اسمها ايه؟ برو تو زو و، اسمها ايه؟ ده دو را مي فا سو لي يا دكتور. يعني ايه البرو تو زو و؟ هي كائنات وحيده الخليه، يعني هي خليه واحده. بسم الله. يبقى الكائنات التي تتطفل على الانسان ثلاثه فصائل كبار، الفصيله الاولى وهي فصيله الديدان هيليمينيسيس، الفصيله الثانيه وهي فصيله الحشرات ارثروبود وحاجات ولا هي ديدان ولا هي حشرات اسمها بروتوزوا، كائنات وحيده الخليه او متوحده برو بروتوزوا. طبعا بقى هناخد بقى ايه تقسيمه الهلمنسز، مش عاوز اوجع دماغي بقى دلوقتي، بس اعرفك ان في تقسيمتين للديدان. الديدان ممكن تكون يا اولاد ديدان مسطحه، يعني مسطحه شريطيه مبططه كده، يعني مبططه. شفت انت ما تشوف حد تقول انت فلات، تمام؟ فممكن تكون فلات، بلاتي 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 لك حبي وفؤاتي، بلاتي بلاتي هيليمينيسيس، يعني ديدان في بلاتي، يعني فلاتي بلاتي، يعني فلاتي وفلاتي يعني بلاتي، بلاتي يعني بلاتي بلاتي لك حبي وفؤادي، يعني مسطحة. بينما نيماتي لا ده مدورة بقى، نيماتي نيماتي هيليمينيسيس. يبقى الهيليمينيسيس كام نوع يا دكتور؟ نوعين، نوع مسطح ونوع مدور. مسطح فلات، فلاتي فلاتي فلاتي، يبقى بلاتي فلاتي هيلمنسز مسطحة أو مدورة نيماتي. الفلاتي يا أولاد، الفلاتي دهيت بتبقى نوعين برضو، لو جسمها مش متقسم يعني جسمها قطعة واحدة يسموها تريماتود. ناخد الكلام ده ما تشغلش نفسك بيه، تريماتودز. لو جسمها متقسم يسموها سيستودز، يبقى تريماتودز او سيستودز. بينما ديت النيماتود اسمها نيماتودز، تمام؟ يبقى يا دكتور تقسيمه الديدان ثلاث انواع المفروض، تريماتود سيستود نيماتود. التريماتود والسيستود بيبقى جسمهم فلات، لكن التريماتود جسمها فلات مش متقسم، بينما السيستود بيبقى جسمها فلات ومتقسم. يعني كده هنبقى ناخدها يعني، تمام؟ يعني دي بيبقى جسمها قطعه واحده كده، بينما ده جسمها متقسم قطع، تمام؟ ده الفرق بين التريماتود والسيستود. النيماتود طبعا جسمها مدور. يبقى البلاتي المنسز مقسمه الى تريماتود وسيستود، والنيماتي هي حاجه واحده بس اسمها النيماتود. طب البروتوزوا، البروتوزوا اربع انواع يا اولاد. نوع اسمه الكائنات الاميبيه اميبا، وفي نوع اسمه السيليتس، ونوع اسمه الفلاجيليتس، ونوع اسمه الاسبوروزوا. والاسبوروزوا ده هي نوعين، يا نهار اسود، بلازموديوم وكوكسيديان. يا نهار اسود يا عليك يا دكتور. يبقى البروتوزوا كام؟ بنجمعها في كلمه اسف يا اولاد، اسف على التطويل واضاعه وقتكم، اي سي اف، اي سي اف اسف، محطوط في حزام الناسف. ايه اميبا، سي سيليتس، اف فلاجيليتس. انا عاوز افهم يا دكتور، مش وقته مش وقته يا دكتور، هكذا كده كل الحاجات دي اذكر بالتفصيل. اميبا يعني كائنات وحيده الخليه تسير بالاقدام الكاذبه، في سيليتس يعني كائنات وحيده الخليه تسير بالاهداب اللي هي السيليا، فلاجيليتس يعني كائنات وحيده الخليه تسير بالفلاجيلا، تمام؟ تمام. يبقى ديت طرق حركتها الاقدام الكاذبه السودوبوديا، دي طرق حركتها السيليا فسموها سيليتس، دي بتتحرك بالفلاجيلا فسموها فلاجيليتس. الاسبورزوما ما بتتحركش، يعني ما بتتحركش يا دكتور،
ملهاش اي حاجه للحركه، بتزحف. بيقول لك بتبقى جلايدنج. يعني ايه جلايدنج؟ بتزحف يا دكتور، جلايدنج بتزحف. يبقى دي تسير بالاقدام الكاذبه سودو بوديا، دي بتصير بالسيليا فيسموها سيليتس بالاهداف، دي بتصير بالفلاجيلا حاجه زي السيليا كده بس طويله شويه بالفلاجيلا فيسموها فلاجيليس، دي ما بتصيرش، دي بتزحف يا دكتور عشان متكسحه، دي المتكسحه فبتصير بالجلايدنج بالزحف. كلمه جلايدنج يعني زحف، ومقسمه نوعين بلازموديوم وكوكسوديوم. وانت بتقول الحاجات دي بسرعه ليه كده يا دكتور؟ والله عشان انت اصلا يعني مش معرض لها دلوقتي، فبنقول التقسيمه ده على السريع، لبست لبست ما لبستش ايه ودعها. تمام تمام. الارثروبوت دي بقى اللي هنركز فيها لاننا كده كده هندرسها بالتفصيل، وتعرف ان الحشرات مجمعه في ثلاث انواع، انسى 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 وخد البنسة، انسكتا انسى. تمام. وارق ارق يعني عدم النوم، ارق حط له مزيل للارق ارق نيديا، ارق ارق نيديا. واخر حاجه كارستيشيا، كارستينا حامل، كارستيشيا كارستيشيا كارستيشيا. تمام. ليه كارستينا مثلا؟ انسى ارق كارستينا. تمام تمام. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده خدنا ايه يا دكتور؟ خدنا خدنا في الدرس كله ايه؟ تعريف البارازيتولوجي، ايه هو الهوست وهو البارازايت، ايه هو انواع العلاقات ما بين الهوست والبارازايت، اللي هي الهوست بارازايت ريليشن شيب، اللي هو يا دكتور الايه كومنساليزم والباراسيتيزم والميتاليزم والسيمبيوزيس، ايه هي انواع البارازايت، جات الفرصه بقت بالصدفه وغني، ايه هي انواع الهوست وايه هي اللايف سايكل بتاعه البارازايت عموما، ازاي العدوى بتتنقل لي، او ايه هي طرق العدوى او مصادر العدوى السورسز اوف الانفكشن، وازاي العدوى بتتنقل لي هي المود اوف الانفكشن. وخدنا بقى التقسيمه هنا بالتقسيمه ديت اخر حاجه المفروض تركز عليها عشان ديت مسار فتحتك للباره بقى، دي من هنا هتبتدي تنطلق الباره ونبتدي ندرس الباره. ما هي يا دكتور تقسيمات البارازايتس؟ والله حضرتك البارازايتس دي هي كائنات طفيليه ثلاث انواع، لا اما ديدان هلمنسز، لا اما حشرات ارثروبود، لا اما كائنات وحيده الخليه بروتوزوا. الهلمنسز لا اما فلاتي بلاتي جسمها مسطح، لا اما نيماتي جسمها مدور، والفلاتي البلاتي نوعين، لا اما تريماتود لا اما سيستود، والنيماتي هي النيماتود. البروتوزوا اربع انواع، اميبا تسير بالاقدام الكاذبه، سيليتس تسير بالسيليا، فلاجيليتس تسير بالفلاجيلا، سبروزوا متكسحه تسير بالزحف جلايدنج، ونوعين بلازموديوم وكوكسوديان. واخر حاجه الارثروبود ثلاث انواع، انسى انسكتا ارق ارقنيديا، وسي كارستيشيا انسى ارق كارستينا انسكتا وارقنيديا وكارستيشيا. ونركز بدي لان الشابتر بتاعنا معظمه هيتكلم عن الارثروبود اللي هي الانسكتس اللي هي الحشرات اللي هم ثلاث طوائف انسكتا ارقنيديا كارستيشيا. سلام.